مساءكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور، حيث يسود الطقس غائم 29 درجة مئوية، الملموسة 26، الرطوبة منخفضة 22% والرياح تكون خفيفة السرعة. أنتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في تبوك 38 إلى 22، سكاكا 40 إلى 27، مع عرار طقس مغبر 39 إلى 26. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 42 إلى 28، مدينة جدة 41 إلى 31، مكة المكرمة 40 إلى 31، أما الطائف زخات رعدية من المطر 28 إلى 21. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة زخات رعدية من الأمطار 26 إلى 18، أبها 28 إلى 16، جازان 36 إلى 33. المنطقة الشرقية، الدمام 40 إلى 25، الإحساء 43 إلى 25، حفر الباطن 42 إلى 28. أما المنطقة الوسطى، زخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من بريدة وحائل 38 إلى 23 في حائل، أما بريدة 40 إلى 24، والرياض 41 إلى 28. إلى اللقاء.